في إطار التحريات التي باشرتها عناصرنا بفرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية خنشلة الرامية إلى محاربة مختلف أنواع الجرائم خصوصا التجار غير مشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، تم توقيف 4 أشخاص على متن مركبتين. بعد تفتيش الدقيق للسيارتين تم حجز كمية من المؤثرات العقلية تقدر ب 44,400 كبسولة من نوع بريغابالين 300 ميلي جرام ذات منشأ أجنبي، 5 هواتف نقالة ومبلغ مالي يقدر ب 109 مليون سنتيم.